الله كتاب جليل نفيس لعالم متخصص عرف بطول باعه في علم التفسير، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، عالم معروف متخصص في علم علوم التفسير وعلوم القرآن، له باع كثير، وهو من المشايخ القلائل يوصى بكل النتاج العلمي المسموع والمرئي إن كان له مرئي، والمقروء لما يتميز بها من التحريرات العلمية وحسن وضبط العلم وحسن الإخراج وتقعيده أيضا وتأصيله. هو قال أنه قال وجد أن من أحسن الكتب وأميزها في علوم القرآن مما استوعب مسائل الفن كاملة مع أسلوب أدبي رشيق جميل جدا، العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله، متوفى عام 1387، له 75 سنة متوفى حتى الآن. قال كتابه مناهل العرفان كتاب جميل جدا، لكن هناك مثل بقية المؤلفات فيها يعني أشياء من قضايا عقدية، أقوال ضعيفة، أحاديث وآثار ضعيفة وشيء من ذلك ينبغي الخلوص منها. قام حتى يخلص إلى الكتاب، قام وهذب الكتاب في هذا المجلد الضخم وسماه تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن. طبعا التهذيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله، وهو الشيخ خالد السبت له عناية كبيرة بمناهل العرفان، أصلا له رسالة علمية في مناهل العرفان مدارسته والقضايا التي فيه دراسة ممتازة جدا أوصي بها. طبعا وش قال؟ قال هذب فحذف الأقوال، أول شيء قضايا مسائل الاعتقاد المبنية على اعتقاد الأشاعرة حذفها، وضع فإن كان أصلا اعتقد حذفها، فإن كان لا بد من أن المسألة متعلقة بقضية الاعتقاد يقرر اعتقاد أهل السنة فيها ويذكرها بعد ذلك. كذلك حذف ما فيها من مما فيه إخلال علمي القضايا العلمية إلا أن احتيج إليها، فإنه يعيد صياغتها بالتحليل العلمي الذي يراه الشيخ خالد بن عثمان السبت. حذف الروايات الضعيفة والسانة بالأحاديث الصحيحة عنها، وما كان في الباب من حيث صحيح ولم يذكر المؤلف فإنه يذكرها حينئذ، وحافظ على رتابة الكتاب وتقسيم الكتاب ونص الكتاب كما هو، خرج الأحاديث، عزل الأقوال، أضاف أشياء كان يرى مهمة لكن يجعلها بين قوسين ضمن الكلام، لأن في بعض إضافات تحريرات تدقيقات، وهو قد عزل الأقوال إذا عرف مخرج من أين أخذ أو شيء من ذلك. والشبهات كيف تعامل معها؟ ها هو طبعا العلامة الزرقاني مما تميز به كتابه أنه أكثر جدا من ذكر شبهات المستشرقين المتعلقة بالمسائل، يقول قرابة 100 مسألة 100 شبهة ساقها ورد عليها. طبعا في وقتها كان يحتاج إليها لأنه كان مثل السيل المتدفق خاصة ممن يأتوا من الدارسين من الغرب. قال غالب هذه ما سارت تداول غير معروفة مثل المهجورة، فهو تركها كاملا، الشبهات تركها بالكامل وأقصاها اللي هي الشبهات، ولم يبقي، قال إنه في ذكر أحياء لها، ولم يبقي إلا ما رأى في جواب العلامة الزرقاني فائدة نفيسة متعلقة بأصل الباب، جعل الخلاصة من هذا الجواب إتماما وترميما لباقي الكتاب، يعني لباقي المسألة يضيفها من ضمن يضيفها الكتاب. على أنها من ضمن الكلام، خلاص يصير كلام دارج كأنك تقرأ المسألة بدون مسألة شبهة ورد عليها، لكن هي من ضمن، ويشير في الهامش إلى أن هذا ضمن جوابي عن شبهة مقررة ويذكرها في الهامش. ولهذا أبدع الكتاب مجلد ضخم مع حسن الإخراج أخواننا في دار طيبة الخضراء وفقهم الله بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر والتوزيع، مجلد جميل في المقدمة ترجم للزرقاني وميزة كتابي وشيء من ذلك، وحرر بعض المسائل قرابة 50 صفحة تقريبا قضايا تمهيدية. شوف هذا اشتغل، شوف الإخوة هذا كلامه مع تحريره وضبطه وتفقيره والتعليق المحتاج إليه، طبعا ترجم الإعلام ووثق النقول والنصوص وخرج وأشياء، والكتاب الحقيقة الآن مما يوصى به لمن أراد أن يقرأ كتاب مناهل العرفان محررا. وكنت أنا أرجو أن يخرج المناهل الأصل لأنه مطبوع قديما في مجلدين، أن يخرج محققا تحقيقا علميا يليق به، لأنه يعتبر من أجود الكتب في المتأخرين رحمة الله على العلامة الزرقاني. والشيخ سد ذكر أنه مما حداه إلى هذا الكتاب أنه كان كثير من طلبة العلم يسألونه يريدوا كتاب محرر في علوم القرآن لغير متخصصين في التفسير. صحيح. قال فرأيت أن كتاب الزرقاني مؤهل لهذا لولا أنه يحتاج إلى تهذيب وبعض الأمور، ففعل هذا الكتاب صحيح. حتى يكون كافي لغير متخصصين. وأصلا الكتاب صار مقرر في المعاهد والكليات وصار حتى يقرر على غير الطلبة المتخصصين في الباب، وانتشر وصار له صيت كبير جدا رحمة الله عليه. وهو الزرقاني كان واسع الاطلاع في الباب، يذكر من مهارته وسعة اطلاعه شيء مع رشاقة أسلوبه وأدبياته الجميلة.